مرحبا بكم متابعين الكرام. منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية للصحراء المغربية سنة 1975 وبسط المغرب سيطرته على أراضيه، بدأت مسيرة التنمية والنماء بهذه المجالات الترابية من خلال مجموعة من الاستراتيجيات الهادفة إلى إنعاش الاستثمار وتوفير فرص الشغل لأبناء المنطقة. وانخرطت الأقاليم الجنوبية للمملكة المكونة من ثلاث جهات، وهي جهة قلميم واد نون، وجهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة وادي الذهب، في مسلسل تنمية وازدهار مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها، حتى باتت اليوم واجهة اقتصادية واعدة تشع بمؤهلات قوية محققة طفرة فعلية. وستعرف الأقاليم الجنوبية بالمملكة المغربية مشاريع وصفت بالضخمة وستمتد على طول الشريط الصحراوي بالمملكة. في هذا الفيديو أصدقائي سنسلط الضوء على 10 مشاريع عملاقة بالصحراء المغربية، منها ما هو قيد الإنجاز أو سيتم البدء في إنجازه في مدن الصحراء المغربية قريباً. لكن قبل أن نواصل هذا الفيديو أطلب منكم أن تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. ميناء الدخلة الأطلسي. تحولت مدن الصحراء المغربية إلى ورشة لحزمة من مشاريع البنية التحتية، من أهمها مشروع ميناء الدخلة الأطلسي. ويعد ميناء الداخل الأطلسي الكبير من أضخم المشاريع التي تضمنها النموذج التنموي المغربي للأقاليم الجنوبية، يهدف إلى إحداث نقلة اقتصادية نوعية في جهة الداخل وادي الذهب، تشمل العديد من القطاعات من بينها الصيد البحري والطاقة والسياحة والصناعة التحويلية، فيما ستتحول المنطقة إلى قطب للخدمات اللوجستية. وتسير أشغال إنجاز البنية التحتية المينائية لهذا المشروع الملكي الكبير وفق الجدول الزمني المسطر لها، حيث أن المغرب يتطلع إلى البدء في استغلاله في العام 2028 مثل ما هو مقرر، ليكون بوابة المغرب على إفريقيا وأوروبا، كما سيعطي دفعة قوية للتنمية في الأقاليم الجنوبية تجسيداً للخطة الطموحة التي سطرها العاهل المغربي الملك محمد السادس. وسيكون ميناء الداخل العملاق اللبنة الأساسية لإطلاق مشاريع تنموية أخرى. المشروع الأول هو بناء أسطول تجاري تنافسي يتخذ من ميناء الداخل الكبير نقطة انطلاق نحو عمق القارة الإفريقية. والمشروع الثاني هو التنقيب عن الغاز في السواحل الجنوبية للمملكة أو استغلال الموارد الطبيعية في البحر أو البر. محطات تحلية مياه البحر. يسابق المغرب الزمن لمواجهة العجز المائي عبر تسريع مشاريع تحلية مياه البحر، حيث أن اللجوء إلى تحلية مياه البحر يعد اليوم ضرورة تاريخية باعتباره أحد البرامج المحورية التي ستضمن تأمين التزود بالماء الشروب ودعم مياه السقي. وإدراج الأقاليم الجنوبية في الأوراش المائية الاستراتيجية يكرس الرهان على الصحراء المغربية كرافعة أساسية للتنمية الوطنية المستدامة، حيث سيتم إنجاز محطات تحلية مياه البحر جديدة بكل من قلميم وطانطان وبوجدور ومحطة ثانية بالعيون. ومن أبرز هذه المحطات محطة الداخلة التي ستشتغل بالطاقة الريحية بقدرة إنتاجية للمياه المحلات تبلغ 37 مليون متر مكعب في السنة لري 5000 هكتار من الخضروات وتوفير الماء الشروب لمدينة الداخلة والمناطق المحيطة بها كبئر أنزران وميناء الداخلة الأطلسي، لتنضاف هذه المحطات الجديدة إلى المحطات الأخرى. مشاريع الطاقات المتجددة.
بحسب الخبراء في مجال البيئة والطاقات المتجددة، تمثل المناطق الجنوبية للمملكة موقعاً مثالياً لتشييد المنشآت الخاصة بمشاريع الطاقة الشمسية والريحية على الخصوص. وتوفر هذه المناطق قدرة إجمالية مستغلة فوق 900 ميجاوات، تمثل ما يقارب 21% من الطاقة المركبة في الطاقات المتجددة، وهو ما يشكل ثلث الاستثمارات في الطاقات المتجددة. وتستحوذ الصحراء المغربية على حصة الأسد من المشاريع الطاقية في المغرب في إطار استراتيجية المغرب الطاقية لسنة 2030، التي عرفت إطلاق العديد من مشاريع إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس بالصحراء المغربية، خاصة بمدينة الداخلة، حيث سيتم تطوير مزرعة الرياح بالداخلة بقدرة 40 ميجاوات. ويهدف هذا المشروع إلى تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية لمحطة تحلية مياه البحر التي ستقع على بعد 75 كيلومترا شمال مدينة الداخلة، لتنضاف إلى مزرعة الرياح بالعيون 240 ميجاوات، ومزرعة الرياح فم الواد 200 ميجاوات، ومزرعة الرياح طرفاية 300 ميجاوات، وهي الأكبر في إفريقيا. وكذلك محطة الطاقة الشمسية نور العيون ونور بوجدور، المشروعان الرئيسيان لتعزيز التنمية المستدامة بجهة العيون الساقية الحمراء، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الطاقية المبرمجة بالمناطق الجنوبية. الطريق السريع تيزنيت الدخلة. يعتبر الطريق السريع تيزنيت الدخلة من المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في المغرب، والذي يربط بين مدينة تيزنيت والداخلة على طول 1055 كيلومتراً. يهدف هذا المشروع إلى تحسين الربط بين المدن الجنوبية في المملكة وتقليل مدة التنقل بينها، وتجنب الانقطاعات على مستوى الطرق بسبب الفيضانات وزحف الرمال، وتسهيل نقل البضائع من وإلى مدن الجنوب، مع تحسين الربط مع أهم المراكز الوطنية للإنتاج والتوزيع. يهدف هذا المشروع المهيكل إلى تزويد الأقاليم الجنوبية للمملكة بمحور طرقي يتصف بأعلى المعايير الدولية ودرجة عالية من السلامة، وسيمكن من التأثير بشكل إيجابي ومباشر على ساكنة المنطقة التي يقدر عددها بـ 2.2 مليون نسمة موزعة على 10 أقاليم. كما ستساهم في تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأربع جهات من المملكة: منطقة سوس، ماسة، وقلميم، واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة، وادي الذهب. نسبة التقدم الإجمالي للأشغال بهذا المشروع الذي يأتي في إطار النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس، تجاوزت أكثر من 90%. أطول جسر في المغرب وإفريقيا. سيتم بناء جسر العيون الذي يندرج ضمن طريق تيزنيت الدخل السريع، والذي سيكون أطول جسر في إفريقيا بطول 1725 متراً. وحسب المعطيات التفصيلية للمشروع، سيضم الجسر طريقين منفصلين كل واحد على جسر على طول 1725 متراً، وسيتم بناؤه فوق وادي الساقية الحمراء ضمن مشروع الطريق المداري بالعيون. وسيمكن الجسر العابرين والمركبات الثقيلة من مواصلة السير نحو جنوب مدينة العيون دون الاضطرار للمرور وسط المدينة، وسيتسع الجسر لمسارين اثنين لكل اتجاه ذهابا وإيابا. ومن المرتقب أن يسمح هذا المحور الطرقي مرور الشاحنات الثقيلة داخل مدينة العيون، وسيرفع من انسيابية حركة السير. السدود المائية. توجد العديد من السدود في الصحراء المغربية،
والتي تتوزع على الجهات الثلاث المكونة للصحراء المغربية، وتتواجد بالأحواض الهيدرولوجية لوادي نون والضرع ووادي الساقية الحمراء. ولعل من أبرز هذه السدود سد فاسكا الضخم الذي وصلت به الأشغال مراحلها النهائية، يقع في الجماعة القروية فاسك بإقليم قلميم، ويبعد عن مدينة قلميم بثلاثين كيلومتراً، وبحقينة في حدود 79 مليون متر مكعب، وهو سد سيساهم في حماية قلميم والجماعات القروية المجاورة لها من الفيضانات، كما سيساهم في تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب وفي سقي ما بين 10 إلى 20 ألف هكتار من المحيط الفلاحي للسد. كما أن سد الساقية الحمراء بالعيون الذي جرفته السيول سنة 2016 تتم عملية إعادة بنائه وتعليته لاستيعاب حقينة أكبر من السابق من الموارد المائية من حمولات وادي الساقية الحمراء، ويهدف السد إلى تطعيم الطبقة المائية لفم الواد، وكذلك حماية مدينة العيون ومنطقة فم الواد من الفيضانات. الطريق السيار الكهربائية. كشف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لأول مرة في 31 من أكتوبر 2023 عن خطة لمشروع الطريق السيار الكهربائي بين مدينتين مغربيتين، حيث أنه في عام 2028 ستضاء مدينة الدار البيضاء باستخدام طاقة الشمس وقوة الرياح من الداخل عبر طريق كهربائية عالية الجهد على امتداد حوالي 1400 كيلومتر، لتضيء شمس الداخل مدينة الدار البيضاء باستخدام طاقة الشمس وقوة الرياح، خاصة أن هذه المنطقة جل أيامها مشمسة إضافة إلى الرياح القوية التي تعرفها، إذ سيتم بناء مزارع شمسية وريحية عملاقة بالداخل. ومن المقرر بدء العمل في هذا المشروع في يناير 2025 وفقاً لصحيفة تيل كيل الفرنسية، ومن المتوقع إنشاء الطريق السريع الكهربائي خلال 3 سنوات، وفي النهاية سيكون هذا الخط الكهربائي هو الأطول في المغرب، وسيكون قادراً على توفير 3 جيجاوات كقدرة إجمالية للمدينة الاقتصادية. مشروع إكس لينكس. مشروع الكابل البحري الذي يربط المغرب بالمملكة المتحدة بمبادرة من شركة إكس لينكس الناشئة بنقله لأكثر من 10 جيجاوات من الكهرباء الخضراء المنتجة من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الواسعة عند أبواب الصحراء المغربية عبر كابل كهربائي تحت البحر، وهو الكابل الأطول في العالم الذي يربط المغرب بالمملكة المتحدة، فإن هذه العناصر مجتمعة تجعل منه مشروعا ضخما. ويقع المشروع في منطقة قلميم واد نون الغنية بطاقة الرياح والشمس في المغرب، وسيغطي مساحة تقريبية تبلغ 1500 كيلومتر مربع، وسيتم توصيل الطاقة حصرا إلى بريطانيا عبر كابلات HVDC تحت المحيط الأطلسي بطول 3800 كيلومتر. وسيولد هذا المشروع الأول من نوعه 10.5 جيجاوات من الطاقة الخالية من الكربون، وهذا يكفي لتوفير طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة لأكثر من 7 ملايين منزل بريطاني بحلول عام 2030 بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمشروع. تطوير مطار الدخلة. يعد مطار مدينة الدخلة أحد أهم البنيات التحتية في المدينة، والذي يهدف إلى تحسين وتطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الربط الجوي بين مدينة الداخلة والمدن الأخرى في المغرب والعالم. ويعتزم المكتب الوطني للمطارات الرفع من الطاقة الاستيعابية لمطار الداخلة لاستقبال مليون مسافر سنويا
عبر توسيع المحطة الجوية الحالية التي ستنتقل مساحتها من 3000 متر مربع إلى 10000 متر مربع، وذلك في إطار الشطر الأول من مشروع توسيع المطار. أما الشطر الثاني من هذا المشروع فيهم توسيع موقف الطائرات لاستقبال 7 طائرات من الحجم المتوسط، وتوسيع موقف السيارات، وتهيئة موقف خاص بالطائرات وآخر للسيارات بالقرب من محطة الشحن الجوي، وكذا بناء منطقة فندقية ومختلف الشبكات والمسالك الطرقية. توسيع المطار وتأهيله سيلعب دورا جوهريا وحيويا في تحريك العجلة الاقتصادية بالمدينة، وخاصة تشجيع القطاع السياحي والاستثمار بالمؤهلات التي تزخر بها جوهرة الجنوب. بناء مستشفيات ضخمة بالصحراء المغربية. يواصل المغرب مسيرات التنمية والتحديث والبناء بالأقاليم الجنوبية في كافة المجالات، ومن أهمها بناء مستشفيات عصرية. ففي مدينة العيون تسير أعمال استكمال بناء المركز الاستشفائي الجامعي بخطى ثابتة، لا سيما أن هذه المؤسسة الصحية تدخل ضمن المشاريع الملكية التي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقتها خلال زيارته للعيون سنة 2015. يبنى المستشفى على مساحة 18 هكتاراً، من ضمنها 95,000 متر مربع مساحة مغطاة، من شأنها أن تتسع ل 500 سرير وعدة أجنحة، إلى جانب المركز الاستشفائي الجامعي. يتم كذلك تشييد كلية الطب والصيدلة والتي خصص لها غلاف مالي قدره 77 مليار درهم، كما أن المركز الاستشفائي بقلميم واد نون الذي يعرف تقدما مهما في الإنجاز سيتم تحويله من مستشفى جهوي إلى مركز استشفائي جامعي، كما سيتم بناء مستشفى جامعي بالدخلة من شأنه دعم قطاع الصحة بالصحراء وتعزيز جاذبية الجهة وتجهيزاتها الأساسية، وبناء مركز صحي ضخم بطرفايا يضم كافة الخدمات الصحية الضرورية والتي تتماشى وتطلعات ساكنة الإقليم. أصدقائي، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، كما أطلب منكم مشاركتنا آراءكم في التعليقات حول هذا الموضوع، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات.